السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حي هلا بالجميع. هذه خليتنا رقم 10، نبدأ الكشف ونقول بسم الله. تم فرز الخلية ولله الحمد قبل أكثر من أسبوع. البرواز الأول من جهة الجدار حبوب لقاح، ومن الجهة الثانية فيها جمع رحيق. البرواز الثاني أيضا جمع رحيق من الجهتين. البرواز الثالث حضنة تخرج والنحل يجمع الرحيق من الجهتين. البرواز الرابع حضنة من الجهة هذه، من الجهة الثانية جمع رحيق. البرواز الخامس والأخير من الجهة الداخلية بالكامل حضن وبيض، ومن الجهة الخارجية رجع النحل نفخه وبدأ في جمع الرحيق. وهذا تقريرنا للخلية رقم 10، وفي أمان الله، مع السلامة.